أهلا وسهلا بكم مشاهدينا لهذه النشرة التي تأتيكم مباشرة من قناة التناصح، ونبدأها بالعناوين. مظاهرات بمدينة درنة تنديدا بالحصار المفروض عليها، ومستشفيات المدينة تحذر من وقوع كارثة إنسانية. بعد إعلان الكرامة تحرير بنغازي، سيارة مفخخة تستهدف شيخ قبيلة المغاربة صالح ليطيوش. سلاح الجو الإيطالي يباشر دورياته الجوية فوق المياه الليبية، والعفو الدولية تتهم إيطاليا بارتكاب فظائع ضد المهاجرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نظم أهالي مدينة درنة عقب صلاة الجمعة وقفة احتجاجية بساحة مسجد الصحابة، أدانوا من خلالها حصار المدينة وقفل جميع المنافذ البرية ومنع إدخال السلع الغذائية والأدوية والاحتياجات الضرورية. المحتجون نشدوا جميع الجهات المسؤولة في الدولة التدخل لوقف الحصار المفروض على المدينة والاستجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقها مستشفى الوحدة الطبي وعدد من القطاعات الخدمية والتي توقفت عن خدماتها لعجزها عن توفير المحروقات. كما دعا المتظاهرون في درنة في بيان لهم الجمعة إلى المصالحة الوطنية ووحدة الوطن والحفاظ على النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي وحقن دماء الليبيين وفتح باب الحوار أمام الجميع وغلق باب الفتنة والاقتتال. حمل المتظاهرون بعض أبناء الوطن مسؤولية حصار المدينة وإزكاء الفتن والفرقة والتحريض على العنف والكراهية عبر الإعلام الفاجر وفتح أبواب الحروب والاقتتال بحسب البيان. بكارثة إنسانية وصحية وبيئية كبيرة، وقد أطلقت المستشفيات العامة وشركات النظافة وشركات المياه نداءات استغاثة وحذرت من وقوع كارثة صحية وبيئية. فنحن تجمع أهالي درنة ندين ونستنكر بأشد العبارات هذا الحصار الجائر ونعتبره جريمة بحق الإنسانية، وفي الوقت الذي نستغرب فيه الصمت المريب من قبل المناطق. من جهته أطلق مستشفى الوحدة بمدينة درنة نداء استغاثة لكافة الحكومات والمؤسسات المدنية وشيوخ القبائل، يحذر فيه من وقوع كارثة إنسانية بسبب نقص مخزون اسطوانات الأكسجين. وأكد المستشفى أن حياة المرضى خاصة الأطفال والمواليد الجدد في خطر، حيث لم يتمكن المستشفى من توريد اسطوانات جديدة بسبب الحصار الذي تتعرض له المدينة منذ أسبوع. وأقال مصدر طبي من داخل مدينة درنة الجمعة أن مخزون الأكسجين في المستشفى غير كاف، حيث تأتي اسطوانات الأكسجين من مدينة طبرق، وبسبب إقفال جميع الطرق المؤدية إلى درنة فإن هذا الأمر لم يعد ممكنا وفق قوله. بدوره ناشد مجلس حكماء وأعيان مدينة درنة عقلاء الوطن الذين يسعون في المصالحات وكل المسؤولين في الدولة الليبية للتدخل العاجل لفك الحصار الخانق عن المدينة. وشدد المجلس في بيانه على وقوف مدينة درنة مع أبناء الوطن ومؤسساته رغم تعرضها لحصار قاتل وصل حد منع وصول اسطوانات الأكسجين للأطفال في المستشفى وكذلك الحالات الحرجة للعلاج ومنع كل احتياجات المدينة من متطلبات الحياة. هذا وقال مسؤول الملف الإعلام بمجلس شورى مجاهدي درنة محمد المنصوري إن الحصار الممنهج على المدينة ليس بالخطوة الجديدة. المنصوري أوضح للتناصح أن ما تمارسه ميليشيات الكرامة من ضغوط على أهالي المدينة ليس بالأمر الجديد، أن المدينة تعاني الحصار منذ زمن طويل، أن هدفهم الوحيد هو الانتقام والبطش بمدينة درنة. وأضاف المنصوري أن صمت الأهالي من المناطق المجاورة ما هي إلا ضغوطات تمارسها ميليشيات الكرامة بقوة السلاح، وأن أغلبهم رافضون للحصار وسوء الأوضاع الإنسانية بمدينة درنة. قالت عضو مجلس النواب المنحل عن مدينة درنة انتصار شنيب أنه كان هناك بوادر للصلح في مدينة درنة لعقد لقاء مصالحة لولا قيام طيران مجرم الحرب حفتر باستهداف المدينة حسب تصريح نقلته صحيفة العربي الجديد. الصحيفة نقلت عن مصادر محلية من المدينة أن ميليشيات الكرامة منعت شاحنات نقل المواد الغذائية والخضروات من دخول المدينة، ما أكدت على أن المدينة تعاني نقصا حادا في مياه الشرب إضافة إلى انقطاع الكهرباء بشكل متكرر.
حذرت غرفة عمليات عمر المختار التابعة لميليشيات الكرامة المحاصرة لمدينة درنة المدنيين من الاقتراب من محاور القتال. وفي سياق آخر، كلفت ميليشيات الكرامة المدعو إدريس صالح الجالي آمرا لمحور مرتوب الفتايح شرق مدينة درنة. يشار إلى أن ميليشيات الكرامة قد أغلقت كافة المنافذ البرية حول المدينة، مما سبب في أزمة حادة في الوقود والسلع الأساسية والأدوية. أعربت منظمة التضامن لحقوق الإنسان عن قلقها بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة درنة بسبب الحصار الذي تفرضه ميليشيات الكرامة على المدينة. اعتبرت المنظمة في بيان لها الجمعة أن هذا الحصار هو عملية عقاب جماعي ضد سكان المدينة، وهو جرم في القانون الدولي، مطالبة برفع الحصار فورا والسماح بمرور إمدادات الوقود والمواد الطبية والاستهلاكية. كما استنكر البيان صمت المجلس الرئاسي المقترح وعدم قيامه بواجبه في حماية المدنيين. ليست هي المرة الأولى التي يحل فيها الحصار الخانق على رقعة جغرافية بالمنطقة الشرقية الخاضعة لنفوذ ميليشيات الكرامة، فبعد قنفودة جاء الدور على درنة لتعود المأساة وتروي فصولها من جديد. انخفضت حركة سير المركبات في مدينة درنة بشكل ملحوظ بعد إعلان ما يعرف بعملية الكرامة عن إغلاق جميع المنافذ البرية مع المدينة، حيث خلت درنة من أي كميات من الوقود في السوق السوداء والتي كان يعتمد عليها السكان في توفير الوقود بعد منع إدخاله منذ أكثر من عام. وقد ارتفع سعر لتر الوقود في السوق السوداء لعدة أضعاف، حيث بلغ سعر اللتر الواحد دينارين، كما بلغت اسطوانات غاز الطهو أكثر من 60 دينارا، مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية والدوائية. وأعلنت شركة الخدمات العامة عن توقف حركة مركبات جمع القمامة بعد تعذر إدخال الوقود اللازم لتشغيل آليات الشركة، ما تسبب في تراكم القمامة في أحياء المدينة. ووجه مستشفى الهريش الطبي نداء استغاثة للجهات المسؤولة في البلاد والمنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل بعد اقتراب نفاذ مخزون الأكسجين وعدم تمكن المستشفى من جلب أي كميات بعد إغلاق الطريق. وقد اضطر أهالي درنة لعبور الحواجز الترابية سيرا على الأقدام ولمسافات طويلة حتى الوصول إلى المناطق المجاورة والقريبة من درنة. ودعت رابطة مؤسسات المجتمع المدني في بيان لها أهالي المدينة للخروج في مظاهرات تطالب برفع الحصار وفتح الطرقات وإنهاء حملة الإبادة التي تنتهجها ميليشيات الكرامة بحق المدنيين في المدينة. خرجت عصر الجمعة بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس مظاهرات تطالب بفك الحصار عن درنة ومنددة بصمت الحكومات والمنظمات تجاه حصار المدينة. المتظاهرون نددوا بجرائم مجرم الحرب حفتر وميليشياته في محاولتهم لإبادة المدنيين في درنة، كما رفعوا شعارات تطالب بقيام الدولة المدنية ودولة العدل والحرية والمساواة. أفادت مصادر محلية من مدينة بنغازي بانفجار سيارة مفخخة أمام أحد المساجد الجمعة بمنطقة سيفرج بمدينة بنغازي في محاولة لاغتيال صالح لطيوش. المصادر ذكرت أن لطيوش لم يصب في الانفجار، بينما تعرض أبناؤه لجروح في الحادثة. وذكر مصدر طبي من المدينة أن 7 جرحى نقلوا إلى مستشفى الجلاء جراء الانفجار. يشار إلى أن صالح لطيوش سبق وأن نجا من محاولة اغتيال العام الماضي أثناء خروجه من أحد المساجد بمدينة بنغازي. بدأ سلاح الجو الإيطالي الخميس تسيير دوريات جوية فوق المياه الإقليمية الليبية، وذلك ضمن مهمة البعثة الإيطالية إلى ليبيا حسب ما ذكر موقع مراقبة رادار إيطاليا. الموقع الإيطالي عبر حسابه على تويتر ذكر أن طائرة من طراز غلف ستريم غادرت القاعدة الإيطالية نحو الأجواء الليبية، فيما نشر الموقع عن مهمة أخرى فوق أجواء العاصمة الليبية طرابلس.
قال نائب مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية جوري فانغوليك أن إبقاء المهاجرين في ليبيا لا يؤدي سوى لاحتجازهم تعسفيا وتعرضهم للتعذيب. غوليك ذكر إيطاليا أن إيطاليا أظهرت أنها لا تهتم بسلامة المهاجرين وإنما تريد إبعادهم عن شواطئها، مضيفا أن تصويت السلطات الإيطالية على قرار إرسال بعثة إلى ليبيا يجعلها شريكة في الفضائع التي ترتكب في حق المهاجرين في ليبيا. كما أضاف فانغوليك أن التصرف الإيطالي ليس هو المناسب لحل الأزمة الإنسانية في وسط البحر المتوسط. قال النائب الأول لرئيس الرئاسي المقترح أحمد معتيق أن مجلسه يعتمد على الأوروبيين فيما وصفها بالوفاء بعهودهم والحد من الهجرة غير الشرعية. معتيق في تصريح صحفي له ذكر أن الليبيين وحدهم لا يستطيعون حل مشكلة الهجرة حسب قوله، مضيفا أن الأوروبيين يستطيعون فعل الكثير لمساعدة ليبيا في تأمين حدودها البرية. قال نائب رئيس الرئاسي المقترح فتح المجبري أن تصرف رئيس المجلس فايز السراج بشأن السماح لقوات إيطالية بالقيام بعمليات داخل المياه الليبية لا يمثل الرئاسية مجتمعا ولا الحكومة المقترحة. بيّن المجبري في بيان له أن هذا القرار يعد مخالفة صريحة للاتفاق إسخيرات وبنوده، مشيرا إلى أن معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية ومذكرة التفاهم بين دولة ليبيا وإيطاليا تجيز هذا النوع من التدخلات على حد تعبيره. وطلب عضو المجلس الرئاسي المقترح إيطاليا بالتوقف فورا عن انتهاك السيادة الليبية واحترام المعاهدات الدولية والاتفاقيات مع ليبيا، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحديد موقفه من هذا الانتهاك على حد تعبيره. أشارت صحف إيطالية الخميس إلى أن الحكومة الإيطالية قللت من تهديدات منسوبة إلى مجرم الحرب حفتر بقصف أي سفينة إيطالية تدخل المياه الليبية، صفة ما صدر عنه بالدعاية أنه لا يوجد أي خطر حقيقي. هذا ولفتت وكالة واكل إيطالية إلى أن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي يرى أن المصالحة بين الأطراف الليبية المتنازعة هي أولوية، مع الوضع في عين الاعتبار كل الأطراف في الساحة الليبية واحتياجاتها ومتطلباتها. تأتي هذه التداعيات في عقب قرار البرلمان الإيطالي إرسال بعثة بحرية عسكرية استجابة لمطالب حكومة البعثة الأممية لغرض مساعدة خفر السواحل الليبي في التصدي لمهربي البشر وللهجرة غير النظامية. أفاد المتحدث الرسمي باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم للتناصح بأن السفينة الإيطالية كوماندانت بروزيني وصلت لطرابلس عصر الأربعاء في زيارة عمل، وذلك بناء على رغبة الجانبين الليبي والإيطالي في التعاون من خلال تفعيل اتفاقية 2008. قاسم أكد بقناعة الجانب الإيطالي بضرورة تواجد ليبيا كشريك حقيقي للحد من الهجرة غير النظامية، مضيفا أن قوات البحرية الليبية كانت تطالب باستمرار بالدعم الفني واللوجستي من إيطاليا بصيانة القطع البحرية العاطلة. وأوضح قاسم بأن 82 شخصا قد وصلوا على متن السفينة الإيطالية بينهم 20 ضابطا، مشيرا بأنه تم الخميس اجتماع مجموعة من الخبراء الإيطاليين مع آمر شعبة الشؤون الفنية، وتم التباحث في سبل إنجاح هذه الزيارة. أبدت المفوضية الأوروبية قلقها الشديد تجاه قرار إيطاليا إرسال بعثة بحرية إيطالية للعمل داخل المياه الإقليمية الليبية للتصدي لمهربي البشر وقوارب الهجرة غير النظامية. الجهاز التنفيذي الأوروبي أكد أنه لا يرى تناقضا بين عمل الإيطاليين وعمل بعثة صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي العاملة في المياه الدولية على تعقب قوارب المهربين وإنقاذ المهاجرين. وفي هذا الإطار أكدت المفوضية على ضرورة فصل الأمرين، وأوضح نائب رئيس المفوضية أن أولوية الاتحاد الأوروبي ليس فقط إدارة ملف الهجرة بل حماية المهاجرين، أنهم يعملون على تنفيذ التفويض الممنوح لصوفيا
بالتعاون مع السلطات الليبية. خرج مساء الجمعة متظاهرون في بعض مدن المنطقة الشرقية رفضا لما أسموه بالتدخل الإيطالي في شؤون ليبيا، وأقاموا بحرق العلم الإيطالي، كما تظاهر بعض المحتجين في ميدان الجزائر رفضا للتدخل الإيطالي وتنديدا بالوضع المعيشي المزري للمواطن الليبي. يذكر أن السفينة الإيطالية كوماندانتي بروزيني قد وصلت إلى طرابلس عصر الأربعاء في زيارة عمل، بناء على رغبة الجانبين الليبي والإيطالي في التعاون من خلال تفعيل اتفاقية 2008، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم. اعتبر حزب التيار الشعبي القومي في تونس انتشار قوات بحرية إيطالية في المياه الإقليمية الليبية تحت ذريعة التصدي للهجرة غير الشرعية احتلالا لليبيا. وأوضح الحزب في بيان أصدره الجمعة أن ما أقدمت عليه إيطاليا وعملية احتلال جديدة لليبيا مهما كانت الذرائع، ودعا البيان الشعب الليبي لمقاومة الاحتلال بكل الطرق المشروعة للشعوب دفاعا عن أرضها ومقدراتها وسيادتها. بعد طلب الرئاسي المقترح من السلطات الإيطالية الدخول للمياه الإقليمية لمساعدة ليبيا في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، توالت ردود الأفعال المؤيدة والمعارضة لهذا القرار. التقرير التالي يجمل لنا بعضا من ردود تلك الأفعال. طلب السراج من إيطاليا كان الهدف منه حسب ما أعلن المجلس الرئاسي المقترح هو مساعدة البحرية الإيطالية في تدريب خفر السواحل الليبي والدعم اللوجستي والفني فقط. وما إن ظهر هذا الخبر على السطح وبدأت ردود الفعل تتوالى، فاعتبر مجلس النواب المنحل التدخل الإيطالي في المياه الإقليمية انتهاكا للسيادة الوطنية. واعتبر عضو رئاسي المقترح فرج المجبري تصرف رئيس المجلس فايز السراج بأنه لا يمثل الرئاسية مجتمعا ولا الحكومة المقترحة. ومن جانبه قال النائب الأول أحمد معتيق في تصريح صحفي إن مجلسه يعتمد على الأوروبيين في الوفاء بعهودهم والحد من الهجرة غير الشرعية، فيما التزم باقي الأعضاء الحاضرين منهم والمقاطعين الصمت حيال هذا الطلب. أما منظمة العفو الدولية فكانت لها نظرة أخرى حول هذا الأمر، فوصفت قبول إيطاليا بطلب الرئاسي مشاركة في الفضائع التي ترتكب في حق المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في ليبيا، وسبقتها في ذلك المفوضية الأوروبية، فعبرت عن شعورها بالقلق تجاه وجود بعثة بحرية إيطالية داخل المياه الإقليمية الليبية. وفي ظل تواصل الردود أفاد المتحدث الرسمي باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم في تصريح للتناصح بوصول السفينة الإيطالية كوماندانتي بروزيني لطرابلس في زيارة عمل، وذلك بناء على رغبة الجانبين الليبي والإيطالي في التعاون من خلال تفعيل اتفاقية 2008. وسبق وصول السفينة مباشرة دوريات جوية تابعة لسلاح الجو الإيطالي فوق المياه الإقليمية الليبية، وكذلك في أجواء العاصمة الليبية طرابلس. ومع كل هذا تستمر ردود الفعل الشعبية المنددة بدخول السفن الإيطالية ووصولها إلى طرابلس، ويستمر الرئاسي المقترح وحكومته في التخبط بين مبرر ومعارض لذلك. ومعي عبر الهاتف مشاهدينا العقيد طيار عادل عبد الكافي الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي. سيادة العقيد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، مرحبا سيد مصطفى مشاهدي قناة التناصح. حياك الله. بداية سيادة العقيد، لو نتحدث عن بداية تسيير دوريات من الجانب الإيطالي في المجال الجوي الليبي، وهل تأتي في إطار مهمة مكافحة الهجرة غير الشرعية؟ نعم، لابد أن تكون هنالك اتفاقيات واضحة الملامح حتى يكون
وذلك عمل جاد على الأرض والخبرات التدريب رفع الكفاءات تطوير المؤدات الفنية تطوير الصحة نظرا من هذا الجانب حساس جدا وهو جانب نهايه الحدود وبتحول الحد من تجارة المخدرات في تجارة البشر وأيضا تدخل مكافحة الإرهاب الذي يعاني منه حقيقة ليبيا ويطرق الجانب الأوروبي بداية من ناحية التعاون الدولي والإقليمي بخصوص تبادل الخبرات وأيضا تبادل القدرات من ناحية الأجهزة والمعدات هذا لا حرج فيه والدول تتعامل بهذا الأمر ولكن عندما يكون هنالك بنود واضحة الملامح بنود محددة نوع التعاون وهذا حقيقة يعطي قوة لكلا الجانبين من ناحية الصلاحيات من ناحية مدة التواجد من ناحية التدخل هل هو التدخل إلى الأراضي أم في حدود إقليمية معينة أو سواء كان في جانب البحري أو سواء كان حتى الحدود البرية. طيب سيادة العقيد هل يعكس رد الفعل من الجانب الموازي في الشرق يعكس مدى تخوف هذا الجانب من سحب البساط الدولي من تحته بعد التعامل مباشرة مع قوات الجيش في الغرب الليبي؟ عفوا سيد مصطفى الصوت يصل من تقطع. قلت لك هل أن رد الفعل من الجانب الموازي في الشرق هو يعكس مدى تخوفه من سحب البساط الدولي من تحته بعد التعامل الإيطالي المباشر مع قوات الجيش في المنطقة الغربية؟ الرقم المطلوب. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالعقيد عادل عبد الكافي على أي حال أشكرك جزيل الشكر. هذه النشرة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد فاصل. السلطات التونسية تنفي إغلاق معبر ذهب وازن الحدودي مع ليبيا. حيث اشتبكت معها صباح اليوم غير بعيد عن أن يتأخروا قليلا ويتأملوا في المشهد وأن يعطوا لأبنائهم فرصة لا يكونوا عونا للشيطان على أبنائهم لكن نحن لا نملك هذا لا نملك أن نتحكم في أفعال الناس نحن نلوم أنفسنا في أن سمحنا لأمثال هؤلاء في أن يتحكموا نحن نعلم أن هناك فئات قليلة جدا تحمل فكرة التكفير وهذا الفكرة الغالي بحث أصوات أهل الخير وبحث أصوات أهل العلم في التحذير من الغلو والتحذير من التكفير بفضل الله جل وعلا لا يزايد علينا أحد أسير هل يسمح لأسير حرب أن يتقلد أعلى منصب في الجيش الليبي؟ الآن رأينا أن أول ما أعلنت حرب الكرامة وما يسمى بحرب الكرامة أعلنها حفتر وليست له أي صفة شرعية في الجيش الليبي أو في الدولة الليبية ومع ذلك يسوقونه اليوم على أنه القائد الأعلى للجيش الليبي ويطلبون من الليبيين أن يأتمروا الذين ينفرون من الجماعة الإسلامية المقاتلة ومن الإخوان ومن فلان ومن فلان ثم نراهم يقاتلون مع هذا الظالم في 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 بنغازي قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل
أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وأرحب مرة أخرى بالعقيد طيار عادل عبد الكافي. سيادة العقيد هل تسمعني؟ نعم سيد مصطفى، نعتذر حقيقة لرداءة الاتصالات. طيب، كنت قد سألتك قبل الفاصل عن أن رد الفعل في المنطقة الشرقية هل يعكس مدى تخوف الجانب الموازي هناك من سحب البساط الدولي من تحته بعد بدأ الدولة مثل إيطاليا في التعامل مباشرة مع الجيش الموجود في المنطقة الغربية؟ بالتأكيد، وهذا التخوف بدأ منذ أن تدخلت أفريكم في دعم عملية البنية المرصود ضد تنظيم الدولة الإسلامية، نظرا أن هنالك استراتيجية دولية وهي مكافحة الإرهاب. فلذلك المجتمع الدولي يسعى إلى التعاون مع جميع القوى الفاعلة والقوى المحلية لكل دولة والتي تكافح الإرهاب الحقيقي وتواجهه. وتصور هذا كان النموذج الحقيقي بالنسبة لقوات الجيش والقوة التابعة له من تشكيلات الثوار وكافحة الإرهاب على صعيد ليبيا، سواء في صبراتة درنا أو سواء كان في مدينة سرت. أيضا هذا الجانب المتواجد وهي عملية الكرامة، دعونا نتذكر عملية الكرامة استعانت كل من هب ودب على وجه الأرض من أجل قمع وقتل أبناء ليبيا، سواء كانت بالطائرات الإماراتية، بالأسلحة، بالخبرات، بالذخيرة، بالاستشارات العسكرية والأمنية. جلبت حتى زيارات خارجية كالبارجة حاملة الطائرات الروسية وغيره حقيقة، وأيضا تدخل فرنسي الذي تم قتل أو إسقاط طائرة تابعة للقوات الفرنسية على الأراضي الليبية في بنغازي. هو يستعين حقيقة، قيادة الكرامة تستعين، أو الجانب المتواجد في الشرق الليبي يستعين بالخارج سواء دوليا أو إقليميا. ولكن بالنسبة للدور الإيطالي وهذه الزيارة، طبعا هم يحاولون حقيقة أن يحجموا التدخل الإيطالي من خلال سواء كانت تهديدات، مع أنهم لا يمتلكون قدرات لمواجهة إيطاليا أو أي دولة غربية أو أي دولة أخرى. حتى القوة المتواجدة في ليبيا هم لا يستطيعون مواجهتها عفوا من الناحية العسكرية، وأنا أتحدث عن القوة المتابعة لرئيس تركان في طرابلس. ولكن نحن لا نشعل الفتن ولا نؤجج مثلما هم يفعلون أو يصعدون من الناحية العدائية والحقد ما بين أبناء الوطن الواحد، لأن مشروع الكرامة ما هو إلا مشروع تفتيت الدولة الليبية وتحقيق الكراهية والعداوة بين أبناء الوطن الواحد. ولكن عموما بالنسبة بخصوص سؤالك، نعم هم يتخوفون من الدور الإيطالي، لأن نحن نعلم أن هنالك صراع سياسي دولي وأيضا إقليمي من خلال التواجد في ليبيا. نرى بعض الدول الإقليمية الداعمة لعملية الكرامة بدأت تتغير مواقفها السياسية وتظهر أنها هي تدعم الاستقرار في ليبيا، وهذا شيء نحن نقبله حقيقة. أي دولة تتجه إلى محاولة تحقيق الاستقرار، ولكن هذا لم يأتي من فراغ، هذا الدور أتى نتيجة فشل عملية الكرامة. طيب سيادة العقيد، سؤال أيضا في الدور الإيطالي، الوعود التي وعد بها هذه الدول بأن يسيطر على ليبيا أو يسيطر على الموانئ النفطية أو على الأقل يسيطر على الشرق والجنوب الليبي، هذا لم يستطع أن يفي بهذه الوعود قائد عملية الكرامة. لذلك هي تحاول هذه القوة التابعة لعملية الكرامة أن ترسل رسائل تهديدية لإيطاليا في حالة أن تدخل، ولكن أقول هذا أمر غير واقعي، غير منطقي، غير عقلاني، لاختلاف القوى، اختلاف جميع المعايير العسكرية. طيب سيادة العقيد، أيضا في بخصوص الدور الإيطالي، بعض المحللين السياسيين رأى بأنها رد مباشر وقوي على مبادرة الرئيس الفرنسي حفتر، يتخوف من الخلاف الفرنسي الإيطالي الذي ربما قد يزعزع أو يحرم تيار الكرامة من بعض الدعم، خاصة الأمريكي، إذا ما اعتبرنا أن المشروع الفرنسي في اتجاه والمشروع الإيطالي الأمريكي في اتجاه آخر. هذا صحيح سيد مصطفى، هنالك تخوف بخصوص الدور الإيطالي
الاعتقال في ليبيا. نعم فرنسا حاولت أن تجمع ما بين طرفي وتظهر اللي هو سيد سراج وخليفة حفتر وتظهر أنهم هؤلاء هم طرفي الخصام في ليبيا، ولكن هذا غير طابق غير منطقي غير عقلاني غير حقيقي غير واقعي. فايز السراج لا يمثل طرف خصم لخليفة حفتر. نعم هو أتى على اتفاق سياسي من أجل التهدئة في ليبيا، شارك في هذا الاتفاق عدة أطراف سواء كانت في الشرق أو في الغرب أو حتى أطراف متواجدة في الخارج من أجل إيجاد حالة توافق أو اتفاق على الأقل نقول في ليبيا لكي نذهب إلى الاستقرار. ولكن في ظل وجود دعم الدول دعمت عدم الاستقرار في ليبيا، غزت طرف الكرامة بالأسلحة بالاستشارات العسكرية بعصابات العدل والمساواة، سمحت بمرور المرتزقة والإرهابيين إلى الأراضي الليبية وتواجد تنظيم الدولة الإسلامية الذي يدعمه طرف الكرامة وأيضا بعض الدول الإقليمية الداعمة لعملية الكرامة، سمحت بمرور هذه العناصر إلى الأراضي الليبية. أيضا بعض الدول الجوار لليبيا غضت الطرف عن مرور هذه العناصر إلى الأراضي الليبية وصلت إلى سبراتا. نعم هنالك فعلا هذه الإشكالية والتي حقيقة يعني حاولت فرنسا أن تظهر أن هؤلاء طرفي الخصام، ولكن مثل ما أشرت هم ليسوا طرفي خصام. على العكس فايز سراج ليس في خصام مع خليفة حفتر، هو كل ما في الأمر يريد أن يطوع خليفة حفتر تحت قيادة مدنية، ولكن طرفي الخصام هي الكتلة العسكرية والسياسية المتواجدة في الغرب الليبي والتي لا يمثلها طرف واحد ولكن تمثلها عدة أطراف موجودة في الغرب الليبي، وهي المفترض بها أن تشارك في أي عملية حوار وأي عملية اتفاق ووفاق، حتى وإن اعترضت على بعض بنود الاتفاق، ولكن لابد أن تتواجد في المشهد، لابد أن تتقدم خطوة إلى الأمام لتوجد لها مكان، لأن لديها حاضنة ولديها دعم شعبي. نعم ولديها أشكرك جزيلا الشكر من الثوار وقطاع من المدنيين. نعم داعمون لها. نعم ولذلك أتصور في حالة جلوس هذه الأطراف فربما سنجد إلى نصل إلى حالة اتفاق ووفاق واستقرار، ولكن أن نظل على صفيح من النار أو على فوهة بركان ربما ينفجر في أي لحظة فهذا ما لا نريده. حقيقة نريد الوصول إلى حلول واقعية نستطيع تحقيقها، نجمع طرفي الخصام ومن هنا نتجه إلى محاولة وصول إلى اتفاق ووفاق لكي يتحقق الاستقرار في ليبيا. أما طرف الكرامة نقول منتهى الأسف وهذا ما يحزننا عن الشريحة التي تدعم هذا الطرف الذي لا يريد الاستقرار في ليبيا تحت ذريعة الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب، وهم بعيدون كل البعد عن هذا الأمر. على العكس اتضحت الصورة من يدعم الإرهاب، من جلب تنظيم الدولة إلى ليبيا، من لم يقم بغارة واحدة جوية على تنظيم الدولة الإسلامية، من الذي كان يمد تنظيم الدولة الإسلامية بالأسلحة التي خرجت من مخازن بعض الدول الإقليمية ووجدت نوعية هذه الذخيرة والأسلحة، والتحقيقات التي أجريت مع عناصر تنظيم الدولة التي تم القبض عليها واعترفت أنها على وفاق وعلى اتصال وهناك دعم لوجستي يقدم لها من عملية الكرامة، أيضا الإعدامات التي تجري خارج إطار القانون وبنفس الأسلوب والأداء والزي والطريقة القتل وخارج إطار القانون، هذه كلها حقيقة كشفت الكثير من الأوراق، والتي نتمنى من أخوتنا في الشرق الليبي أن يكشفوا الغطاء عن أعينهم حتى يستطيعوا أن يقرأوا المشهد جيدا. نعم أشكرك جزيل الشكر عقيد طيار عادل عبد الكافي الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي. نفى رئيس مجموعة الاتصال الروسية ليفدينغوف أن يكون الرئيس الروسي أو أن يكون عفوا الدور الروسي في ليبيا مقتصرا على قيد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر فقط. وأوضح دينغوف في تصريح نقلته وكالة سبوتنيك الروسية الخميس أن بلاده تجري الحوار مع جميع أطراف الصراع الرئيسية في ليبيا. وأضاف دينغوف أن بلاده تخطط لإعادة توقيع العقود المبرمة في عهد القذافي مع ليبيا، خاصة العقود المختصة بقطاعي النقل والطاقة.
قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في رسالة لنظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إن عليهم أن يعملا على تعزيز العلاقات الثنائية لمواجهة تهديد الاستقرار الإقليمي وخاصة في ليبيا. الرئيس الفرنسي وفق ما ذكرت الإذاعة الجزائرية الخميس شدد على ضرورة تكثيف جهود العلاقات الثنائية ذات الفائدة المتبادلة، مشيرا إلى أن فرنسا والجزائر تواجهان تهديدا من الاستقرار الإقليمي لا سيما في منطقة الساحل وليبيا. يتوجه مبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة في أول زيارة رسمية غدا السبت للعاصمة طرابلس ولمدينة القبة في شرق البلاد، وذلك منذ توليه مهامه الأممية خلفا للألماني مارتن كوبلر. سلامة من المقرر أن يلتقي رئيس الرئاسي المقترح فايز السراج ورئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، فيما يتوجه في وقت لاحق من نفس يوم الزيارة إلى مدينة القبة للقاء رئيس البرلمان المنحل عقيلة صالح. يشار إلى أن سلامة وصل اليوم الجمعة العاصمة التونسية قادما إليها من إيطاليا واليونان في زيارات لم يكشف عن تفاصيلها، ومن المتوقع أن يزور سلامة مجددا إيطاليا الاثنين المقبل. قال سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا كيم يونغ تشاي إن الوضع الأمني في ليبيا في تحسن مستمر، وهذا يشجع الشركات على العودة للعمل بليبيا، مشيرا إلى أن عددا من الشركات الكورية سوف تقوم بزيارة طرابلس لبحث أوجه التعاون بين البلدين. تصريحات السفير الكوري التي نشرها موقع المؤسسة الوطنية للنفط جاءت خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا. من جانبه قال عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط إن العديد من الشركات الأوروبية قد باشرت عملها فعلا في قطاع النفط عندما شعرت بأن الوضع الأمني في تحسن. قالت صحيفة واشنطن بوست أن الفوضى ازدادت في العاصمة طرابلس، مضيفة وأنه كان في الماضي يتم بسبب الخلافات السياسية والمنافسات القبلية، إلا أنه أصبح تجارة مربحة في ظل تردي الوضع الاقتصادي. الصحيفة أشارت في تقريرها إلى أن المراكز الحكومية في طرابلس تحولت إلى هياكل إسمنتية بسبب اندلاع المواجهات بشكل مفاجئ، حيث تتحول شوارعها لمحاور حرب، مضيفة أن الجهود الدبلوماسية والسياسية لم تنجح في تحقيق الاستقرار في البلاد ولم تحل جذور الأزمة. أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اختطاف الناشط الشبابي ومسؤول اتحاد الشباب العربي مصطفى قدارة على يد مجهولين في طرابلس. اللجنة أكدت في بيان لها أنها تتابع وبقلق بالغ واقعة الاختطاف والاعتقال القسري التي يمر بها الناشط الشبابي مصطفى قدارة، وطالبت اللجنة السلطات الأمنية والعسكرية في مدينة طرابلس بسرعة التحرك للكشف عن مصير الناشط الشبابي وإطلاق سراحه فورا دون شرط أو قيد. قال عضو مجلس النواب المنحل علي التكبالي أنه من التعجل إصدار مسودة للدستور في ظل وجود ما أسماها بالميليشيات والتجاذبات السياسية السائدة التي لا تبشر بدستور حقيقي للبلاد حسب تعبيره. ووصف التكبالي خلال حوار لها على راديو سبوتنيك الروسي مسودة الدستور بالمستعجلة صدرت في أسبوع واحد وهو ما رآه أمرا يخلو من المنطق، مضيفة أن هناك العديد من المنظمات والقضاء ورجال السياسة يشككون في المسودة ويصفونها بالقاصرة والإبعادية والإقصائية، مما يشكل صعوبة بالغة في مرور هذا الدستور على حد قول التكبالي. يوم تلو الآخر يزداد الحديث في الشارع الليبي حول إقرار الهيئة التأسيسية للمسودة التوافقية لمشروع الدستور الليبي. عدسة التناصح رصدت آراء المواطنين حول مشروع الدستور الجديد والتجاذبات السياسية والشعبية حوله. والله أكيد الدستور هو حيغير حاجات واجدة. أول لأنه هو لو إنه بنشوفه الدول أصلا يبنى بالدساتير أصلا قبل كل شيء، لأن الدستور هو زي ما تقول عقد أو يعني ما بين المواطن أو الشعب وما بين الدولة، فهمت؟ لأن أنت تبي تسن قوانين، تبي تسن نظم، يعني شيء متفق عليه، أنت تتفق على شيء توزي على سبيل المثال. مشكلة ليبيا نحن حاليا مشكلتنا كلها في الدستور. ليش؟ أنت شرعي وأنت غير شرعي، مدة قانونية وإلى آخره كذا وقصة، هذين كلهم لو في ظل غياب القانون اللي هو اللي نحكوا عليه هو الدستور، يعني يكون كل شيء واضح. يعني تأسست المملكة الليبية والدولة الليبية هو كان دستورها يعني نوعا ما كان راقي وكان جيد وكذا، نجحت الدولة، شفنا ملامح الدولة. والله الدستور كانوا دستور 51 ممكن يقولوا فقرة بس فيه والباقي كله كويس، ف
فالافضل انه يستعملوه يعني يستغل فرصه انه هو 51، لان ما الثاني هذا كل واحد يبي كل تكتل يبي روحه هو اللي فيه. كشفت لجنة أزمة الوقود والغاز الخميس عن كميات الوقود التي تم منع تهريبها خلال الأشهر الخمسة الماضية التي تجاوزت 100 مليوني لتر. اللجنة في بيان لها الخميس أعلنت اعتذارها عن مواصلة عملها التطوعي في مكافحة التهريب تاركة إياه للجهات ذات الاختصاص حسب البيان، مشيرة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط اتخذت عدة إجراءات للحد من تهريب الوقود، ذلك بتشكيل لجنة لتحديد الكميات الفعلية للوقود للمصانع والشركات للحد من عمليات تهريب الوقود عبر المصانع والشركات الوهمية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات رقابية لإنهاء أزمة نقص وقود الديزل في المحطات. نفت السلطات التونسية إغلاق معبر ذهيبة وازن الحدودي مع ليبيا مؤكدة أن حركة العبور منه تتم بشكل اعتيادي، على عكس ما صرحت بعض وسائل الإعلام من أنه سيغلق المعبر بداية من يوم أمس الخميس. وأكد مصدر أمني مسؤول أنه لا صحة للأنباء المتداولة بشأن قرار الجانب الليبي إغلاق المعبر للقيام ببعض الأمور الإجرائية، وبين المصدر أنه يتواصل مرور الشاحنات الثقيلة والخفيفة عبر ولاية تطاوين في الاتجاهين دون ملاحظة أي تعطل أو إشكال، ولم يتخذ أمن الحدود الليبي أي خطوة في اتجاه الغلق. والآن جولة في أخبار البلدية. سلم مبنى حكومي غير مكتمل من قبل قاطنيه للجهات المسؤولة ببلدية زوارة. المكتب الإعلامي لبلدية زوارة أوضح أن تسليم المبنى تم بحضور الجهات الحكومية المسؤولة ووكيل ديوان بلدية زوارة، وأبدت البلدية تشجيعها لمثل هذه المبادرة التي تساهم في تأسيس دولة القانون بحسب المكتب. دعا مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بصبراتة خطباء المساجد بالبلدية لضرورة دعم المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية المخولة بمكافحة الجريمة وإرساء دعائم الأمن بالمدينة والمتمثلة في الجيش والشرطة. وأكد مدير مكتب الأوقاف بصبراتة على ضرورة احترام وتقدير جهودهم المبذولة في سبيل تأمين المدينة. أقيم بالفرع البلدي لقواسم ببلدية غريان احتفالية بمناسبة إعادة افتتاح مركز الشرطة أبو غيلان بعد أن تمت عملية التسليم والاستلام لمقر المركز من سرية شهداء أبو غيلان إلى مديرية أمن المدينة. وحضر مراسم التسليم والاستلام وافتتاح المركز عميد بلدية غريان وآمر منطقة جبل نفوس العسكرية وعدد من ضباط الشرطة والأجهزة الأمنية ومدير الفرع البلدي لقواسم وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني. وأفاد رئيس مكتب التخطيط بالمديرية إبراهيم الزحاف أن عملية تسليم المقر تأتي لتفعيل العمل فيه بعد عملية صيانته وتجهيزه في إطار تسليم ممتلكات الدولة والمقار الحكومية لتأدية عملها المناط بها. قامت فرقة صيانة المرافق العامة وأعمال الطوارئ ببلدية طرابلس المركز بمساندة مكتب المياه والصرف الصحي. البلدية على صفحتها الرسمية أوضحت أن فرقة الصيانة تنفذ أعمال رفع وخفض غرف التفتيش للتحسين من وضع الطرق وصيانة الحفريات. تواصل شركة المياه والصرف الصحي ببلدية سبيعة نشاطها في المرحلة الأخيرة بربط شبكة المياه بالشبكة الرئيسية لتغطية وسط المدينة وسد الحاجة من المياه الصالحة للاستعمال اليومي، وذلك بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لبلدية سبيعة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك. بدأت في بلدية بوسليم الخميس الخطوات الأولى لإنشاء المجمع الصحي بمحلة سيدسلي، وأكد المجلس البلدي أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لحرص البلدية ومكتبها الصحي على تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية مع اتساع الرقعة الجغرافية لبلدية أبو سليم وفق الإمكانيات المتاحة. كرمت بلدية ترهون الخميس عدداً من مشايخ وأعيان القبائل، وذلك بحضور عميد البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي والعسكري وأعيان المدينة
وذكرت البلدية أن هذا التكريم جاء بناء على مجهودات المشايخ والأعيان المبذولة في خدمة مدينة طرهونة. أعلنت اللجنة التحضيرية ببلدية لبونيس لمعرض ليبيا الزراعي عن انطلاق الحملة الإعلانية والتسويقية للمعرض في دورته الثانية للعام 2017. جاء هذا الإعلان خلال ورشة عمل نظمها وأشرف عليها المجلس الأربعاء بقاعة السلام بمركز تمن هند، حيث استعرض خلالها تجربة بلدية وادي لبونيس في التنمية المستدامة. وقد استهدفت ورشة العمل عدداً من المهتمين بالزراعة وتنظيم المعارض وأعضاء من هيئة التدريس بجامعة سبها، وعدداً من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بالجنوب وأصحاب الخبرات والكفاءات في هذا المجال. وقبل ختام هذه النشرة، تذكير بأبرز ما ورد فيها: مظاهرات بمدينة درنة تنديداً بالحصار المفروض عليها، مستشفيات المدينة تحذر من وقوع كارثة إنسانية. بعد إعلان الكرامة تحرير بنغازي، سيارة مفخخة تستهدف شيخ قبيلة المغاربة صالح ليطيوش. سلاح الجو الإيطالي يباشر دورياته الجوية فوق المياه الليبية. العفو الدولية تتهم إيطاليا بارتكاب فظائع ضد المهاجرين. كما تابعتم معنا أيضا السلطات التونسية تنفي إغلاق معبر ذيبة وازن الحدودي مع ليبيا. هذه النشرة انتهت مشاهدينا، شكرا على حسن المتابعة، حتى نلقاكم مرة أخرى في أمان الله. بناء الأوطان يبدأ من المقاعد الدراسية، فإذا أردت أن تصنع أمة فأصلح التعليم فيها. أخي المعلم، أختي المعلمة، أخي عضو هيئة التدريس، كن طفلا مع الأطفال وتلميذا مع التلاميذ وشابا مع الشباب، كلهم أبا وعونا ومرشدا وناصحا وموجها، كلهم صديقا وميسرا، كن معهم رحيما ودودا لينا. كن كل ذلك لتكون حقا معلما. معلمي